دخلت النادي سنة 2016 قبل 5 سنين أتوقع. من ألعب كرة قدم من عمري 6 سنوات. صار لي باللعبة 8 سنين تقريبا. صار لي باللعبة من 2017. أتوقع من 2013 أو 2014. لا ما جربت غير كرة القدم. اللي خلاني أحب كرة القدم إنها اللعبة الأكثر شعبية بالكويت والعالم وإنها لعبة جماعية. لا والله ما جربت أي لعبة. تنس الطاولة. بس يعني ما عجبتني نفس كرة القدم. اللي خلاني أدش كرة القدم تشجيع الأهل وإنها لعبة جماعية وأحبها من وأنا صغير. كانت هواية من زمان أبيها ودخلت لقيتها بنادي يرموك. لا ما جربت لعبة ثانية. حببني باللعبة إنها لعبة جماعية وأكثر لعبة منتشرة يعني بالكويت وبالعالم. لأن لعبة كرة القدم الأكثر شعبياً وجماعية وحسيت إني أفضل بلعبة كرة القدم. لا والله ما جربت لعبة ثانية. لأن استمرت بكرة القدم لأن كانت اللعبة الوحيدة اللي يمكن إني أقدر أبدأ فيها ولا شيء. اللي خلاني استمر بلعبة كرة القدم هم دعم أهلي لي وخاصة أمي وأبوي يعني. طموحي إن شاء الله أوصل حق المنتخب وأحترف بالخارج. حلمي إني أوصل الفريق الأول والمنتخب. لأنها لعبة جماعية وأكثر شعبية بالكويت. طموحي لاعب إني أوصل المنتخب فريق الأول أو احتراف الخارجي. طموحي إني أوصل منتخب الأول والاحتراف الخارجي. ألتزم تماريني. أعدل نومي، أكل أكل صحي. إيه نعم شاركت بطولات. اللي خلاني أحب كرة القدم لأن لعبة جماعية وأكثر شعبية بالكويت. شاركت بطولات الدوري والكأس كل موسم مع الدوري الكويتي. طبعاً يقدر يوصل بس إنه يطلب منه الأمر الاجتهاد والالتزام التمرين والجدية. شاركت بطولات المحلية مثل الكأس والدوري. شاركت بمعسكرات داخلية مع نادي يرموك. شاركت بطولات الدوري والكاس. حققنا المركز الثاني بالكاس. حققنا بالدوري المركز السابع اتوقع. طموحي اني اوصل الفريق الاول والمنتخب. الفرق بين المعسكرات الداخليه والتمارين اللي نتمرنها بشكل يومي، المعسكرات الداخليه ان نكون مع بعض لاعبين مع بعض، تمرين الصبح وتمرين العصر، تنظيم الوقت، تنظيم النوم، الفريق كله بوقت واحد، الكل مع بعض، فهذه تكون احسن من التمرين يوم عن يوم، يعني يوم بالنادي وترد البيت وترد ثاني يوم، معسكرات داخليه تكون احسن. ان شاء الله مع الاجتهاد مع التوفيق من الله قادرين على كل شيء. والله كنا داشين معسكر من أول الكاس عشان نوصل حق النهائي. مركزي ظهير وجناح. قلب دفاع وباك يسار. واجهنا بالنهائي العربي أكثر فريق صعب يعني. مركزي بالفريق قلب دفاع. الاجتهاد والالتزام بالتمرين والجدية. مهام الظهير إنه يدافع، يشارك مع المدافعين ويساعد الأجنحة ويعطي أدوار هجومية. مركز الجناح يكون أدواره أغلبها هجومية ويشارك شوي مع النص، ما يدافع كثر الباك. قلب دفاع يحتاج إنك تكون صاحب ثقة عالية أو قيادي بالملعب وإنك توجه ربعك وإنك تقطع الكرة وتحاول توصلها حق النص. انتهت مباراة النهائي 4-1. إنه يكون اللي يوجه المدافعين ويقطع الكرة ويوصلها حق اللاعبين الوسط. إيه شارك بطولات الدوري والكأس. ما أقدر أقول عني أنا إذا كنت زين فيها ولا لا، بس إن أكون قادر إني ألعب وينج أو قادر ألعب باك يمين. المعسكرات الداخلية نكون قراب من بعض أكثر وتحت يعني عيون المدرب، والأكل يكون صحي أكثر وعشان نزيد التوافق بين اللاعبين. بالمعسكرات أكثر جدية وتعدل وقتك وتسمع الكابتن إيش يقول لك من الاجتماعات. تدريباتنا بالنادي تقسيمه على استحواذ، باك يمين مدافع وقلب دفاع. تدريبات النادي لازم اللاعب يكون جاي بالوقت. اول شيء تمرين التسخين والاسترتشات والهروله بالملعب وتمارين استحواذ، تمارين تسديد، اغلب التمارين يعني تمارين نفس كل الانديه بس انك تكون مركز عليها اكثر. التدريبات يعني مثلا اول ما ندخل عندنا نلف الملعب
وبعدها التسخين، وبعدها يعني كل يوم وغير، مثلا استحواذ يوم ويوم تسديد. مركزي بالفريق جناح يمين. طبعا فيروس كورونا اثر على بعض اللاعبين تاثير سلبي، وفي بعض اللاعبين يعني عندهم لياقه وكذا. القلب انه لازم توجه اللاعبين، والباصات حق الارتكاز والمهاجم، ويكون عندك ثقه عاليه. كورونا اثرت على اغلب اللاعبين بشكل سلبي، بس الحمد لله قاعدين الحين رادين تمرين، واللياقه بدات ترد، لان قاعده في البيت راحت اللياقه منها، يمكن قاعدين سنه ونص، فقاعدين الحين فتره هذه اعداد احساس لياقه ونبلش الدوري. فيروس كورونا اثر على اللاعبين يعني اغلب اللاعبين سلبيا، وخاصه يعني انه نزل من لياقتنا وزاد وزننا، ولكن ان شاء الله نقدر نعوض اللي طاف. اكثر شيء صناعه الاهداف والدفاع والهجوم. اني اثبت وجودي واكون يعني ما اقطع النادي، كل يوم اروح النادي وكذا. الباك يمين لازم يستلم الكره ويساند الجناح يمين، ونكون اثنين على واحد على المدافع باك يسار الفريق اللي ضدنا. تثبت نفسك بالفريق لما تلتزم، حضورك، التزامك بالتمرين بالوقت، الاداء بالملعب. اول شيء انك تكون صاحب طموح عالي، والاجتهاد بالتمرين والجديه واكل الصحي والنوم، ان تكون نايم بكر قبل التمرين، واحترام المدرب واللاعبين. تدريباتنا بالنادي طبعا ستريتشات قبل كل تمرين، وتمارين خاصه حق الجناح اليمين، مراوغات وتسجيل الاهداف. هو النادي ساعتين باليوم، يعني اقدر ارد من البيت، ادرس، اروح النادي، ارد. لا والله ما في لي تدريبات خاصه، لان تونا بادين ومدرب جديد، والتدريبات للحين اللياقه وتقويه العضلات اكثر شيء. النادي يعني تقريبا ساعتين، فالدراسه ما راح تاخذ عندك 24 ساعه انت، فساعتين هذه ما راح تاثر كثر ما لما تنظم وقتك وتكون حاب الرياضه وصدق تبيها، ما راح تتضايق منها مع الدراسه. ان اول شيء لما اقوم من النوم اروح المدرسه، ارد من المدرسه احاول ادرس قبل النادي، اروح النادي، لما ارجع من النادي احاول هم ارد ادرس شويه، احمي نفسي من الاصابات، ارفع راسي دائما، اسجل تمريرات سريعه. قدوتي باللعبه دي بروين، حاليا مسوي حسين مسوي. فيروس كورونا اثر علينا بالجسم واللياقه والكنترول على الكره. لاعبي المفضل نيمار، وقدوتي مساعد ندى. قدوتي المحليه فهد فرحان، وخارجيا سيرجيو راموس، وفريق المفضل ريال مدريد. هي اكيد اثر فيروس كورونا على جميع اللاعبين. فريق المفضل مانشستر سيتي. اكون لاعب ناجح بالالتزام والجديه و اجتهاد الشخص. فريق اشجع ريال مدريد والغاتسية. اللي دائما يشجعني اهلي اكثر شيء، وخاصه ابوي، يعني انه دائما هو الدعم الاول حقي. اثر فيروس كورونا من ناحيه اللياقه والتكنيك. اللي دائما يشجعني امي وابوي واهلي. اوافق بين الدراسه والنادي، لما ارجع المدرسه يكون عندي وقت احل واجباتي واراجع اللي اخذته من المدرسه. اللي يشجعني دائما ربعي واهلي وابوي، انه اساس التزم بالتمرين وكذا. تنقص لاعب الكويت الاهتمام والاحتراف بالخارج. فرق معنا الجهاز الاداري والفني بالملاعب اكثر من المواسم اللي طافت. ينقص اللاعب الكويتي سوء المنشات والاحتراف الكلي. اكون لاعب ناجح اطبق الكابتن يبي مني، اكل اكل صحي، اعدل نومي والتزم التمارين. ينقص اللاعب الكويتي الاهتمام والاحتراف والارضيات الملعب. محليا محمد فرح لاعب نادي العربي، وخارجيا كرفخه. نصيحه للشباب اللي ما قد يروح النادي ولا شيء، يمكن هو عنده موهبه بس ما يدري عنها، ما راح نادي، ما جرب، او يمكن خايف متردد، بالعكس تجربه، هي جرب شوف، يمكن تلاقي عندك موهبه، مو شرط كره قدم، يمكن اي رياضه ثانيه. اوافق دراستي طبعا، اقعد الصبح اروح المدرسه، بعدها ارجع اكل اكل صحي عشان اروح النادي. ينقص لاعب الكويتي الاحتراف
واهتمام زيادة، يعني نحتاج اهتمام أكثر من الاهتمام اللي فيه أو احتراف على الأقل. نصيحة حق الشباب اللي بعمري يدور الرياضة اللي هو يملك الموهبة فيها، وإنه يروح حق النادي أفضل من القعدة بالبيت. نصيحتي إن حطوا هدف قدامكم عشان توصلون حق اللي تبونه. أنصح الشباب اللي بنفس عمري إن يروح النوادي ويجرب نفسه، يمكن هو عنده موهبة مدفونة وهو ما يدري عنها. إن يملون الفراغ بشيء يستفيدون منه، وإذا عندهم موهبة مدفونة يروحون يجربون بالنوادي.